بهالفيديو رح نجرب من احلى مابات الزومبي على البي سي او الكاستم ماب. ماب زومبي جدا جدا رهيب، فيه تفاصيل خرافية وتحس اللي اشتغل عليه نفس الناس اللي عملوا كينيدر توتن دي رايسن دراخ ذا جاينت. ماب رهيب، ماب جدا جدا رهيب، فتابع الفيديو لتشوف كل التفاصيل. بس قبل ابدا الفيديو حاب انوه انه الجيم بلاي راح تشوفوه بعد شوي للكوستوم ماب، هي كلها على البي سي، هي مابات الناس يسووها مو الشركه، موجوده فقط على البي سي للاسف. فالفيديو والجيم بلاي راح العبه من لابتوب MSI GF63 اللي يستعمل كرت شاشه 1050 Ti من شركه انفيديا. هذا اللابتوب ليش مميز عن باقي الاجهزه؟ لان سعره جدا جدا معقول. اسعار كمبيوترات الالعاب او لابتوبات الجيمنج جدا غالية، توصل من 7-8000 ل 20000 درهم. روح تجيب اي لابتوب جيمنج راح تلاقي سعره اقل شيء 7-8000 درهم للجيمنج للالعاب. هذا اللابتوب جيمنج ما راح احكي لكم فيه اقوى كرت شاشة بالعالم، لا، كرت شاشة متواضع بس للجيمنج، وشغل لك بلاك اوبس 4، شغل لك بلاك اوبس 3، شغل لك ايباكس، شغل لك كل الالعاب. فاللابتوب بسعر 4000 درهم او ريال، انك تستعمله للجيمنج لتلعب، انك تستعمله اذا كنت طالب جامعة لدراسة او شيء. تقدر تبدا من اللابتوب قناة على اليوتيوب، فينك تحمل عليه كل برامج الايديتنج اللي تصور والبث المباشر. اللابتوب قوته تستحمل كل هالبرامج واكثر. طيب تفاصيل اكثر عن اللابتوب موجوده تحت بالوصف، وكمان حاب اورجيكم ان يمكن حد يحكي بالشر احنا ما نلعب على الماوس والكيبورد، حتى انا ما العب ماوس كيبورد وما اعرف العب ماوس كيبورد، فبكل بساطه راح اوصل ايد بلاي ستيشن على اللابتوب والعب بكل بساطه. تقريبا نص الالعاب على البي سي مجرد توصل ايد بلاي ستيشن بكيبل يو اس بي راح تشتغل اوتوماتيكي، وبعض الالعاب ما فيها هالخدمه بس فينك تحمل برنامج وهالبرنامج خليك تستعمل ايد البلاي ستيشن على اي لعبه على البي سي. فاذا ما تلعب ماوس كيبورد ما في مشكله، جيب جهاز ايد البلاي ستيشن او الاكس بوكس واصل على البي سي والعب كل العابك. وهلا راح تشوفوا الجيم بلاي بعد شوي للكوستم ماب قاعد العب على ايد البلاي ستيشن. اتمنى يا شباب كمان نوصل فيديو 3000 لايك عشان اكمل محتوى الزومبي بالقناه. هالفتره راح انوع شوي بالفيديوهات، بس مثل لكم مستحيل اسحب على الزومبي، فاتمنى تدعموا الفيديو بزر اللايك تثبتوا لي انه فعلا ودكم زومبي. فيلا خلينا نبدا بالفيديو. اوكي اوكي هيا بنا. Gonna have to get the power on. It's like deja vu all over again. الماب رهيب باين، حتى انه مصمم نغمات راوند. هالنغمات هالنغمة ما لي سمعها قبل. عادة مابات الكوستوم ماب بيستعملوا موسيقات راوندات موجودة يعني من مابات الزومبي. والله الباب يا شباب يحسك كأنه ماب من بلاك اوبس 3، ماب من بلاك اوبس 1، كأنه كينو دير توتن مع دير ايسندراخ. اوكي اوكي خلنا نلعب ونستكشف. ريفايف اهم شيء. اوه قاعد نلعب الشخصيات الكبيرة. اوكي هالشيء حلو كمان. لا هاي نغمة الراوند سامعها. وين 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 وين؟ اورجنس اورجنس او دير ايسندراخ. لا نغمة راوند البداية شيء جديد، النهاية شيء موجود، واعلام هتلر بكل مكان. والله مبين ماب مخيف اقسم بالله من النغمات. اوكي الكهرباء من هون. Need some money for that hotness. You need a little revive. You need a little revive. النغمات اشتقنا لها. هاي من احلى مقولات دمسي. دمسي الكبير. طيب قبل قام ليش؟ ليش وير حتى الماب الكوستوم الاول ما يمدينا استعمل قبل جامز؟ ما ادري ليش. البوكس ان شاء الله يكون ضايف اسلحة جديدة. والله عندي شعور للحين انه هذا الماب راح يكون احلى من مابات الشركة هي مسويتها. حاسس من العين التصميم وكذا مبين تعبان عليه شغل
بشكل مو طبيعي. اوكي انا قاعد امدح بالماب وسيتني راوند 3 زومبي سريعين وما عندي سلاح. اي مو بلاك اوبس 4 ما ابلش مع سلاح قوي. كم سعر الباب؟ نو 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 نو. اوكي نايس بي بي اس اتش نفسه بالضبط الموجود بجود كروفي. في ام في اماكن فوق. انا اول شيء قبل نفتح الباب اللي تحت نكتشف فينا نروح اي مكان فوق. صورة هتلر صورة هتلر. صراحة ما اعرف شيء عن الماب بس شفت اليوتيوبر مستر دارليك جي دي لعب الماب وكان حاطط بالثمنيل صورة هتلر. هتلر مو صورته هذا لا صورة هتلر جوا اللعبة ففينا نطلع هتلر جوا اللعبة هيكون هو الشرير او البوس او شيء من الكلام. من واضح الاجواء نازية والمانيا وعلام هتلر بكل مكان. هلا والله يلعن ام الاجواء شو خرافيه يا عيال. والله العظيم لا لا كنت ابي اقول انه لازم الشركه تشغل هذا الشخص اللي عمل على هالماب بس خلنا نلعب شوي كمان لنشوف هل فعلا يستحق اللقب انه يشتغل بالشركه بشكل رسمي. لانه اعيد واكرر هي كوستوم ماب يعني مو الشركه اللي مسويه الماب لا هي ناس مثلي مثلك عندهم خبره بتصميم المابات وصمموا هالماب على البي سي وضافوه بشكل رسمي على ستيم على البي سي على بلاك اوبس 3. على البلاي ستيشن والاكس بوكس للاسف ما يمديك بس على البي سي. Beware the weapon angle and okay. وشكله في لغز شكله في لغز الماب. Okay. Attention all students, please proceed to your assigned shelters immediately. This is not a drill. What the fuck? هاي هذول ما شفناهم قبل صح؟ لا لا شفناهم. اوه شفناهم ب World War 2 زومبي. World War 2 زومبي نفسهم زومبي الحرب العالمية الثانية. اوكي انا ما ابي اموت ما ابي اموت. ريلود سريع ريلود من بعيد. والله يخوف اقسم بالله الراوندات اخر اخر مرات الزومبي راوند الكلاب وراوند الصحراء شيء ما 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 يخوفوا خلاص. اجى راوند الكلاب هي ماكس امو بس هون خاف تموت يجوا ينفجروا بوجهك. لازم اجقر لازم اجقر. We need the jugger. Wow. اوكي شكل الكهرباء صح؟ لا دبل اكس بي نحتاجها. اوكي
ماشين، حاول نستعملها الراوند الجاي ديث ماشين. بسرعة وين اخر زومبي؟ وين اخر زومبي؟ اصبر 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 شوي 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 اصبر يا ديث ماشين. نغمة الراوند شي رهيب، نغمة الراوند شي رهيب. هالراوند لازم نخلي زومبي. اوه شت خلص الامو. لا كيف مات كيف مات. لا انا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله كهربا، نبي الكهربا. والله خايف، والله خايف. هيك هالماب يحسسك بمفات الزومبي القديمه اللي تخاف انت قاعد تلعب، تخاف من الاجواء، تخاف انك تطيح. على البوكس على البوكس سريع على البوكس يا البوكس يا البوكس ترى يا البوكس يرحم اهلك يرحم اهلك. البوكس سريع 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 سريع. لا ما اخذت ما اخذت. لا سلاح زق ولا لا لا قوي. فكرت الحين نحكم الحين نحكم ثواني. اوكي ماشي حاله ماشي حاله. لا 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 نبي الكهرباء. هالمكان حشرة هالمكان حشرة. لا ما كان لازم ادخل ما كان لازم ادخل. او والله شال ثلاثة زومبي ورا بعض شكله قوي والله. بس مع سويت كولا يبي له سويت كولا. لازم نخلي زومبيين عشان يكونوا بطيئين، بخلي واحد راح يكون سريع. اوكي لازم اطلع سلاح ثاني من الصندوق. نفسي قاعد يكلمني. هاي واخذينها من كينودر توتن. انه اترك الشيبس وجيب لي امو. هلا والله في كل الاسلحه اللي الناس يحبوها موجوده بهالماب. طيب نلحق اشارات لي. اوه الكهرباء هنا. اوكي حاسه مكان حشره حاسه مكان حشره. وات ذا فك الماب والله فيه كثير اشياء. انكر تحت الارض. واو طيب اوكي بعدين نتفاجئ. الكهرباء كهرباء. اوه كان الزومبي التمبلر نفس اورجنس. زومبي لابسين عبايات. لا تقول هاي الكهرباء. طب وين؟ لا 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 تقول هذا اخر زومبي.
هي من دي رايس اندراخ. شفت شي مربع؟ اوه ارت شيلد. والله طلعوا كم شي في نقدر نعمره، كثير اشياء. طيب الكهرباء، الكهرباء اوه اخيرا. اوكي هاي عشان ايش؟ هاي بكينو ديرتوتن تليبوتر. انا ايش؟ لينك نوت اكتف. اوكي لينك يعني لازم نلحق السلك. مشبوكة بسلك هي صح؟ لا مو مشبوكة بسلك، لا مشبوكة بسلك. سلك هنا طالع لفوق بعدين وين؟ اظن فوق، لازم نطلع فوق. اوكي اهم شيء ضل معي 2500 للجقر، كنت متردد افتح الباب ولا لا. اوكي بداية الجيم قلت هذا الشخص يستحق انه يشتغل بالشركة، قلت لا خلني اصبر شوي والعب قبل لا احكم. والله يستاهل، تصميم الماب رهيب. You have no chance, bone monkey. لازم نجقر ولازم نجيب سبيد كولا. اوه مو سبيد كولا اقصد كوك ريفايف، ناسي. هلا والله ديت شوت. الجقر وين كان؟ كان هنا صح؟ اتذكر كان في البداية الجقر. لا ليش اضغط مربع ضغطة واحدة ما ياخذها؟ الجقر كان جوا، ذكرت الحين وين كان الجقر. Tastes like fermented herring dipped in cat piss. Ugh. هون كان لا هون ديت شوت. يا اخي لو مسوي بث مباشر كنت اسالكم شباب وين الجكر، كان كل ساعدني بالكومنتات. ان شاء الله ان شاء الله الفيديوهات هي بث مباشر قريبا، بس لان حاليا قاعد العب على لابتوب غير لابتوبي، بس قاعد اصور من لابتوبي، فهمتوا علي؟ ف اجراءات شوي معقده للبث المباشر، بس اضبطها بس اذا اسوي بث. بث اقدر اسوي من البلاي ستيشن بسهوله، بس اقصد انه بث من البي سي. اه هنا الجقر، لا تقول لغز لنفتح باب الجقر. لا ما في لغز. هي 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 يا كلب يا كلب، ليش حاط الجقر هون يا كلب؟ طلع وين حاط الجقر الحيوان. هاي كمان شيء. هلا والله هتلر. هاي كم اوه بلندر جات. هاي كمان شيء من مفات الزومبي، دائما كان يحطوا لك جقر بمكان صعب. ولا هذا الاخ مو ناسي النوع من التفاصيل، حتى هالنوع حاطه. هلا والله بس الف صراحه، الف كثير. I do not have money. هنا البداية صح ولا مكان يشابه البداية؟ والله شكله مكان يشابه البداية. اخذ كابوم، نحاول نطلع من هالمكان. نبي سبيد كولا، وين كان سبيد كولا؟ خذ لك اتذكر انا الزه. اوه شوفي هون
يا عيال والله. اوه هلا والله. اوكي لازم اروح على اللي تحت عشان افعلها. وين هيوديني التليبوتر يا ترى؟ اذا نفس كينو لازم اروح على اللي تحت وافعلها. وين؟ من هنا هنا نازله. زومبي تمبلر نفس اورجنس. ما صار يذبح بطلقة؟ لازم اطلع سلاح ثاني من الصندوق. اظن اجواء الماب سلاح الماب راح يكون الويندر ووف والكهربائي، لان اجواء الماب هيك تحس يصلح لها سلاح الويندر ووف. اوكي لا 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 اصبر، هالراوند يخوف. هلا والله. اخ طخة نايس. قل لي ريلود واحد. ايوه مو طلقة. اوي لا 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 لا. في ثندر جن. اوكي حلو ثندر جن. انا بيعرف تليبوتر وين راح يوديني. ان شاء الله ما يوديني لتحت، ان شاء الله يودينا مكان هيك جديد. اظن صعب عليه صاحب الماب انه يعمل تليبوتر يودينا مكان جديد، بس ما ادري ان شاء الله يفاجئنا. ليتس سي. وين نحن؟ وين؟ في اكيد 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 في شيء لازم اخذه من هون قبل لا ينقلنا. والله عيال ما ادري صراحة، ما ادري شو اسوي. I have no idea. اي جمعوا تحت نفس كينو. اوكي ليتني استوعبت هالشيء من البداية. كمان غرفة سرية. خذ قطعة. والله يا عيال مو برهيب. اوكي رجعني هنا اخر شيء. هون هيودينا هالمكان. كمان مكان جديد. قل لي هالباب بينفتح. اوه ماي جاد. كمان منطقة جديدة؟ كمان منطقة جديدة؟ لا لا هالماب لازم اسوي له اجزاء او بث مباشر. ماب ضخم. في هون خلصوا فلوس وانا قاعد افتح ابواب. هلا اخوي مين طعنك؟ اوه لا تقول لي شغل مورس كود. والله شكله شغل مورس كود، شكله شغل لغز هالماب.
نجمة اسمه شين. You have no chance, bone monkey. ما اقدر اروح هنا النص والله يديني. اوه ارض تزحلق. Zombie shit with no ammo. الباب أظن راح يرجعنا للبداية. المفروض يرجعنا للبداية. وع البوكس. في مكان فوق لسه ما شفناه. Reagan Mark II. Long range bullet slinger. حشرت حالي. هالسلاح من مودرن وورفر 2 اللي اعطوني اياه صح؟ شاين عليك. لا من بلاك اوبس 1. انها النهاية. اوكي. اصلا كنت راح انهي على كل حال انه صارت مدة الفيديو شايف قدامي 26 دقيقة. فهذا الجيم الاول فقط نجرب الماب. ان شاء الله راح اسوي يا بث مباشر يا فيديو تاني نحل اللغز لانه اله لغز. متأكد اله لغز. فايه هالفيديو شباب اتمنى يكون عجبكم. اتمنى هذا الفيديو لا تنسوا تعملوا الفيديو بزر اللايك. شاركونا بالكومنت ارائكم. هل ودكم كمان نجرب كوستم ماب؟ بتنا اترككم قاعد احمل فيديوهات غير الزومبي بس ما راح اسحب على الزومبي شيء اساسي. وحاليا بتنزل ماب الجديد راح تشوفوا تغطية كاملة ان شاء الله. فايه بس كمانكم شركيه وشركه كشكم فيديوهات تانية ان شاء الله. مع السلامه.